والمقادير الكيكه اللي معانا النهارده، وبما ان الفراوله ماليه الدنيا وده الموسم بتاعها فهنستغلها كده ونعمل بيها كيك فراوله بالصودا. يلا بينا نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقه شكلها ايه. مقاديرنا هتكون عباره عن كوبايه وربع من الدقيق، والدقيق يكون منخول مره 2 3. عندنا نص كوبايه سكر يكون حبيباته ناعمه، نص كوبايه من الصودا عندنا اللي هو المياه الغازيه البيضاء، نص كوبايه من الزيت، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، عندنا بيضتين ومعلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح، وكيلو فراوله متقطعه على 4. وللتزيين هنحتاج بقى فراوله وسكر باودر، كمان هنحتاج ايه، انا عايزه بس معلقتين دقيق علشان ارش بيهم الفراوله عشان مش مكتوبين معايا في المقادير. تمام، دي مقادير الكيك هي عندنا على الشاشه علشان تقدروا تصوروها. عشان الكيك ينجح معانا ضروري جدا جدا ان انا اكون مشغله الفرن قبل ما ابدا على طول عمايل الكيك. البيض والمواد اللي عندي كلها حتى المياه الغازيه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. ايه تاني؟ الدقيق ننخله مره واثنين وثلاثه، القالب يكون مدهون وجاهز معايا علشان احط على طول الكيك وادخل الفرن. تمام كده، دي كده الف ب كيك. وتعالوا بينا نجيب بوله. هنا في البوله هبتدي احط البيض زي ما اتفقنا بدرجه حراره المطبخ، واول ما نحط البيض نفتكر على طول الفانيليا ونضيفها ونبدا نخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت كويس البيض مع الفانيليا، هبتدي اضيف لهم السكر ونقلب. البيض ومع الفانيليا وضربناهم كويس جدا، ضفت السكر، هجيب بس ذره ملح صغيره علشان اضيفها لخليط الكيك، يعني يا دوبك كده حاجه على طرف المعلقه، ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نفس الاتجاه واضح معانا ان كل ما بنضرب اكتر كل ما الخليط عمال يتقل ويبيض. هبتدي دلوقتي ان انا اضيف الزيت وانا شغاله، يلا بينا. هايل، عندي المياه الغازية تكون بدرجة حرارة المطبخ زي ما اتفقنا، هناخد منها حوالي نص كوباية. هعاير هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ضروري تكون الصودا موجودة فيها، ما راحتش لان دي مادة رافعة معانا. تمام، وننزل المياه الغازية في الخليط ونقلب. وضفت هنا الدقيق مع البيكنج باودر وقلبتهم كويس، ويفضل زي ما بقول دايما للكيك بالذات اخلطي مرة اتنين، انخلي مرة واتنين وتلاتة، كل ما نخلتي اكتر كل ما الكيكة بقت هشة معاكي اكتر واكتر. لاحظتوا لما حطينا المياه الغازية لقينا بقى في فوران وكده زي ما اتفقنا ان المياه الغازية والصودا اللي فيها هتبقى مادة رافعة معانا. يلا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش محتاجة المضرب تاني، انا بقى محتاجة ان انا احط الدقيق. تمام، وبعدين ايه بالسباتيول كده هنبتدي نقلبه بالراحة وبخفة وفي نفس الاتجاه. تمام،
تمام كده بالراحه وفي نفس اتجاه الخفق اللي احنا كنا شغالين عليه كده. انا عايزه معلقتين دقيق يا حبايبي علشان الفراوله. تمام اوكي، ما ينفعش نحط الكيك في الفرن الاول؟ طيب هقلب انا الخليط الكيك بتاعي وهرجع لكم على طول علشان نكمل الكيك وندخلها الفرن. ونصيحه مني ليكم، ما ينفعش ان احنا نسيب الكيك اكتر من 10 دقائق من غير ما ندخله الفرن، بس احنا يعني اضطراريا طلعنا الحاجات وقدمناها وكده. بينا بقى بعد ما خلاص خلطنا مكونات الكيك مع بعض، عندي هنا فراوله، والفراوله دي هبتدي اضيف لها معلقتين من الدقيق واقلبهم كده مع بعض شويه. مقاس الكيك بتاعنا 24، تمام. الفرن بتاعنا على 170 وعلى الرف الوسطاني، تمام. هتقعد في الفرن حوالي 50 دقيقة. هتبتدي انك انت تشوفيها استوت ولا لا بالستكس. لقيتيها خلاص الستكس طالعة معاكي نظيفة وزي الفل، هنطلعها من الفرن. لقيتيها لسه ما استوتش والستكس معرقه بالكيك، هتستني عليها كمان 5 دقائق ل10 دقائق وتبتدي تاني تختبريها. هنحط طبعا دهنين الصينيه بتاعتنا، ويفضل تكون الومنيوم، ده افضل حاجه عشان توزيع الحراره. هندهنها سمنه ونرشها بالدقيق وننفض الدقيق كويس، وهننزل خليط الكيك. وهتلاحظوا معايا ان خليط الكيك الى حد ما تقيل شويه كده. هوزع الكيك في الصينية، مقاس الصينية 24. برضو دايما من الحاجات اللي بنقولها دايما، خلي خليط الكيك يبقى في تلت الصينية، يعني يبقى ارتفاعه بتلت الصينية علشان تديله مساحة برضو ان هو يعلى معاكي. هبتدي احط الفراولة اللي انا عفرتها بالدقيق. كل ما كانت الفراولة لونها أحمر ومستوية كده مظبوط، طبعا مش مهرية بس مستوية يعني لونها مش مبيض، ده بيديكي نتيجة أفضل بكتير. احنا كده حطينا الفراولة على الوش، بس احنا لما الكيكة هتستوي هتلاقي الفراولة دخلت جوه، ما تقلقيش. كده حطيت شوية الفراولة اللي أنا عايزة أضيفهم، ومباشرة على الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 170 50 دقيقة لغاية ما تختبريها بالستكس وتطلع معاكي الستكس مظبوطة. هنا ده اللي مظبوط على 170 على الرف الوسطاني، ونقفل تمام. وهنخليها زي ما اتفقنا 50 دقيقة، وبعد ال 50 دقيقة نبدأ نختبرها بالستكس بس كده. وادي الكيك بعد ما بتطلع من الفرن، شايفين شكلها حلو قوي وهشه وطريه، والفراوله جواها بقى استوت وادت طعم هايل جدا. هنزينها ازاي؟ هنزينها بسكر بودر كده كده، رشه حلوه كده على الوش. زي الفل. هزينها كمان بفراولة، واحدة فراولة كده. تمام. ما شاء الله. سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، بس الشكل تحفة جدا، رقيق وبسيط خالص. لو عندنا بقى صوص فراولة، وان شاء الله في يوم كده عايزين نعمل شوية صوصات للحلويات زي الكراميل والفراولة تمام والشوكولاتة. يلا هبتدي احط لها كده السكر البودر، بيخليه كش شوية بس. تمام زي الفل، مش عايزين اكتر من كده. نعمل ايه دلوقتي؟ احنا نقدر دلوقتي ان احنا نجيب سكينة ناخد حتة من الكيك ونشوف الشكل عامل ازاي. تمام. ميرسي والله، مش عارفة اشكركم ازاي.
ميرسي يا محمد. ميرسي يا محمد. سكينه. احنا عندنا السكينه الزقلانه دي بس. طيب ايه؟ نشوف الدرك. ايه تاني؟ يلا بينا هنقطع حته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حته كمان ناحيه ايدي وابدا ارفعها. بصوا بقى هنلاقي الفراوله جوه تحفه جدا، مستويه بقى وهتديكي طعم لذيذ جدا جدا. طيب في بديل للفراوله؟ لو عايزه اغير الدنيا واحط حاجه مختلفه بتقدري تستخدمي اي نوع من انواع التوت البري، ازرق احمر اي حاجه اللي انت بتحبيه. تمام، تقدري تستخدميه في الكيك. وهنا نعمل ايه؟ نقدر كده نزين تاني على الطبق، نحط كمان ممكن فراوله تانيه وكده يبقى نجيب المفرش. خلصنا الكيك بتاعنا، قدمنا منه قطع علشان تشوفوه من جوه كمان شكله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه دي؟ قطعه الكيك. خلي دي بقى كده الناحيه دي. حلو كده، ده كده. تسلم والله.